متابعين ابو كبير ميديا، اهلا وسهلا بيكم في لايف جديد من اسكندريه. احنا النهارده داخل مائده فرحه، مائده رحمن، اكبر مائده رحمن في اسكندريه. المائده السنه دي السنه الثامنه ليهم، جميعهم من الشباب المتطوعين قائمين كلهم على فكره ان هم يفطروا الصائمين في رمضان. السنة دي المائدة يعني عظيمة جدا وكبيرة جدا، هيحاولوا على مدار الشهر في خلال شهر رمضان ان هم يفطروا حوالي 250 ألف صائم. جميع الشباب بيكونوا متطوعين، بيقوموا كلهم بتغليف الوجبات وبصناعة الوجبات في المكان هنا في منطقة رشدي في اسكندرية. هنا بيعملوا المخلل. جميع الناس هنا متطوعة بمشاركة السيدات والأطفال والشباب، كلهم قائمين على إفطار الصائم. مائدة فرحة من أكبر الموائد الموجودة في اسكندرية، كل الناس بتشارك فيها. أي حد حابب إن هو يكون متطوع يعمل الوجبات مع الشباب هنا بيقدر إن هو يشارك عادي جدا. زي ما احنا شايفين هنا كده، دي حاجة من الوجبات اللي بيعملوها. مائدة فرحة من أكبر الموائد الموجودة في اسكندرية، وهيكون معانا بعد شوية أحد المنظمين للمائدة، أستاذ شريف هيكلمنا عنها، وهيكون معانا الأستاذ إسراء كمان هتكلمنا عنها. هنا بيرصوا الوجبات بعد ما اتعملت. احنا متواجدين هنا في منطقة رشدي في اسكندرية داخل مائدة فرحة، اكبر مائدة موجودة في اسكندرية، هدفها اطعام. السنة دي السنة الثامنة هدفهم اطعام 250 الف صائم. هم بادئين من اول رمضان، كل يوم بيكونوا متواجدين من الفجر، بيشتغلوا بيعملوا الوجبات بينظموها وبيوزعوها على الناس. زي ما احنا شايفين كمان الاطفال بتشارك في توزيع الوجبات. هيكون معانا دلوقتي استاذ شريف هيكلمنا عن المائده. ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم، ازي حضرتك، الاخبار؟ عايزينك تعرف الناس بحضرتك وتكلمنا بقى عن مائده فرحه. طيب، انا دكتور شريف الاودن، احنا مجموعه اصدقاء وبدانا موضوع فرحه ده من حوالي 8 سنين. كانت الفكره بسيطه جدا ان احنا نجمع بعض ونجمع من بعض، وازاي نعمل وجبات افطار للناس. بدات الفكره تزيد واصحابنا انضموا لينا، ومع الوقت بدات تكبر لغايه لما عدينا 8 سنين. السنه اللي فاتت حتى في وقت الكورونا ما كنا بنشتغل بس مطابخ، يعني بنعمل وجبات لان كانت المواعيد مقفوله طبعا، فكنا بنعمل مطابخ ونوزع الوجبات على الناس. السنه اللي فاتت الحمد لله وزعنا على 100 ألف صايم من
اربع مطابخ مش بس هنا، كلهم تحت يعني اشرافنا كمجموعه فرحه. وبعدين السنه دي ان شاء الله هدفنا 250 الف صايم ان شاء الله. كلنا المتكاتف زي ما انت شايفه، كل حد بيجيب من معاك من اصحاب، والصحاب بيجيبوا اصحابهم وهكذا لغايه لما العدد بيكثر. وبنحاول نجمع ان احنا نوصل وجبه سخنه وكويسه وفيها مكونات غذائيه، بروتين ورز ومخلل وفاكهه وحاجات كده وعصير للي هو مش قادر بس. وطبعا احنا يعني بنتمنى ان كل الناس تعمل كده، يعني كل الناس تشارك معانا او مع نفسهم. يعني ممكن شباب مش لازم يكونوا يبداوا بسكيل كبير، احنا بدانا حاجه صغيره، يجمعوا من بعض يعملوا يشتروا الخامات واي مكان يطبخوا حتى لو في البيت. احنا بداناها كده يعني. الموضوع كان اصغر من كده؟ كان اصغر جدا. من 8 سنين كان العدد صغير، وكانت الكميه حتى الوجبات اللي كانت بتطلع كانت صغيره. ومع الوقت الحمد لله يعني الناس بدات الصحاب يزيدوا. بس الله يخليك. ايه نوع الاكل اللي بيكون موجود في الوجبه؟ احنا بنحاول ننوع دايما، يعني في طبعا في نوعين من الوجبات، نوع اللي هو فيه الرز والخضار، الخضار بيتغير من يوم للتاني، ونوع ومعاه بيبقى بروتين سواء بقى كانت لحمه كباب حله او كفته او فراخ، بيبقى مثلا ربع فرخه. زائد في نوع تاني من الوجبات بيبقى حواوشي، بنعمل عيش باللحمه برده، بنعمله في فرن برده، الراجل صاحبه راجل طيب جدا يعني بيساعدنا ان احنا نخبز عنده الحواوشي ده ونسويه، يعني يبقى اما سجق او برده لحمه مفرومه برده مع العصير والبلح والتمر والكلام ده. وفي نوع تاني بيبقى سمك، يعني في يوم بنعمله برده في الاسبوع بيبقى سمك مشوي، بنتفق برده مع حد من بتوع السمك برده يجيب لنا كميه سمك من واحد الحجم معاها رز برده معاها طحينه، وتبقى وجبه بحيث ان احنا دايما ما نبقاش مثبتين على حاجه عشان ما حدش يزهق، يعني ما حدش فينا يعرف حتى في بيته يعرف ياكل كل يوم نفس الاكل، فعشان كده بننوع. طيب انتوا كلكم بتساهموا مع بعض في الوجبات؟ دي حقيقه، بنساهم مع بعض ماديا او عينيا، يعني ممكن حد من بيته يجيب شويه خضار، يجيب من عنده شويه لحمه، او ان احنا بنجمع من بعض وبنشتري المواد دي يعني. الله يخليك، ربنا يكرمكم يا رب وتاخدوا الثواب يا رب. وانتوا معانا، انتوا كنتوا معانا ان شاء الله، كل اللي يشوف، ويا ريت كل الناس تعمل كده يعني. طيب لو حد حابب ان هو يجي يتطوع يعمل ايه؟ اهلا وسهلا، يجي على طول يتواصل معاك ازاي؟ ينورنا هنا على طول، يجي ويشتغل على طول يعني. ما عندناش اي مانع، اي حاجه لله، كلنا بنحب ناخد ثواب يعني. ربنا يوفقك. الله يخليك، ربنا يخليك. ما زلنا معكم متابعين ابو كبير ميديا من داخل مائده فرحه في اسكندريه. زي ما احنا شايفين كده الشباب كلهم شغالين على الاكل اللي هيتقدم للناس. ازيك عامله ايه؟ ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. احنا لايف دلوقتي كده بجد. عامله ايه؟ عن مشاركتك في المائده وبقالك كام سنه بتشاركي؟ انا بقالي دي رابع سنه بشارك فيها، واحنا بس الوقت الكورونا طبعا ما كانش فيه موائد، فكنا بنطلع اول سنتين كنت باخد باجي بعربيتي بس اخد وجبات واوديها لاماكن محتاجه، وبعدين بقى من اول الكورونا السنه دي بقى في مائده، فبقينا بنشتغل اكتر جوه المائده العيله كلها. يعني دي جميله بنتي وبنتي الثانيه بتيجي وجوزي وكلنا بنشارك كاسره في المائده. ولا لا الاثنين يعني احنا بنجمع من اهالينا واصحابنا تبرعات وفلوس كتير، وبعدين بنيجي نجيبها هنا نشتري بيها حاجات ونيجي نشتغل بقى كل يوم في المائده. كل حاجه من اول ما بنقطع الخضار كده زي ما انت شايفه لحد المطبخ والطبخ والتوزيع وكل حاجه. ربنا يخليك. عفوا. زي ما احنا شايفين كده الناس شغاله اهي. مساء الخير. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ اول مره تشاركي السنه دي؟ لا دي تاني سنه. طيب كلميني بقى انت ايه الحاجه اللي بتعمليها هنا النهارده؟ النهارده بنعمل طماطم بس، امبارح يعني كل يوم بنعمل حاجه معينه. مثلا على حسب بقى اللي بيبقى فاضي طبعا بننقل لبعض، يعني كوسه مثلا امبارح كان كوسه. كل يوم بتبقى حاجه معينه بقى، النهارده مفيش كوسه، في طماطم، في فلفل وكده. كل يوم يعني حاجات كتيره. يا رب ان شاء الله. ايه بقى في المائده؟
قصدك ايه ساهمت بايه؟ هو قال في ناس بتشارك ماديا، في ناس عايزة. في ناس ماديا وفي ناس بقى ان بتشارك ان انت تساعديهم مثلا مجهود بقى الاكل والحاجات دي كلها يعني. يا رب ان شاء الله. ميرسي. احنا لسه معاكم متابعين ابو كبير ميديا. زي ما احنا شايفين مائدة فرحة في اسكندرية من اكبر الموائد اللي هدفها افطار صائم، كل الناس بتكون شغالة على ان هي تفطر الناس في رمضان. المائدة السنة دي تامن سنة ليها، هم بيحاولوا ان هم يفطروا حوالي 250 الف صائم. والنهاردة يعني هو كل يوم مش النهاردة بس بيعملوا حوالي 2000 او 3000 وجبة. ازيك اسراء؟ عاملة ايه؟ ازيك يا حبيبتي؟ عاملة ايه؟ كله تمام؟ عايزاني تكلميني عن مائدة فرحة وتطلعوا كمان. اوكي تمام. احنا مائدة فرحة، احنا مجموعة صحاب في قلب بعض، ابتدينا من 8 سنين. بس مش بنشتغل مائدة بس طبعا، عندنا كذا حاجة تانية بنشتغل فيها. انا مسؤوله هنا عن الوجبات، ببقى ملتزمه بعدد معين كل يوم على حسب المناطق اللي احنا بنطلع فيها وعلى حسب كمان الناس اللي بتيجي بتقعد على المائده. السنتين اللي فاتوا ما كانش فيه موائد لانه كان الكورونا وكده، فكانت طبعا ما كانش فيه، فكنا احنا ملتزمين وكنا بنودي للناس ديت الوجبات في بيوتها. هدفنا يوميا هدفنا السنه دي ان احنا نفطر 250 الف صايم. النهارده من هنا بس، من المائده هنا بس، من المطبخ دوت، هنطلع حوالي 2500 وجبه او 2400 وجبه. الوجبات ديت بتبقى متقسمه على مناطق في اسكندريه كلها، وعلى كمان لما بنفرش هنا المائده. احنا بنخدم يعني او عندنا اكتر من مائده، مائده شوتس ومائده هيروستي هنا اللي احنا فيها، ومائده شارع ابو قير، ومائده ميامي. ده المطبخ الرئيسي اللي بيطلع لكل الموائد ديت. في مطبخ كمان يعني بيساعدنا، مطبخ شوتس، بيطلع عدد وجبات حوالي 1000 وجبه يوميا. بس احنا يعني احنا هنا بنسبورت بس كده يعني. هي ده الموضوع. ميرسي. بصي احنا كنا في البدايه خالص كان جروب صحاب عادي، كنا حوالي 20 او 25 فرد يعني. بعد كده بقى ما شاء الله يعني الناس بتسمع عنك فبتيجي بتشتغل هي بايديها، يعني بيبقى في ثقه ما بيننا اكتر. فما شاء الله العدد زي ما انت شايفه كده، وكل سنه عن سنه يعني العدد بيزيد اكتر. بس اي حد ممكن يشارك معاكم؟ اي حد، كبير صغير اطفال، كل الناس تقدر تيجي ان هي تشارك معانا. واحنا بنبتدي كل يوم من الساعه 10 الصبح لحد وقت الفطار بالظبط. واوقات كمان لما بنبقى مثلا عندنا عدد وجبات اكتر لتاني يوم بنشتغل بعد الفطار كمان، بنسهر نفضل قاعدين بنشتغل. احنا اللي بنعمل كل حاجه بنفسنا، احنا اللي بنجيب الخضار وبنقطعه وبننضفه، واحنا اللي بنعمل كل حاجه. عندنا اتنين شيف بيساعدونا، عم مجدي وعم جابر، هما اللي بيطبخوا لنا الرز والخضار يوميا واللحمه. بس احنا بنساعدهم يعني، بنعمل على قد ما نقدر، وهم بقى بيكملوا يعني الموضوع معانا. ميرسي جدا، ربنا يخليك، نورتونا. متابعين صفحة أبو كبير ميديا، احنا كده وصلنا لختام اللايف النهاردة من داخل مائدة فرحة في اسكندرية، أكبر مائدة بينظمها أو القائمين عليها مجموعة من الشباب المتطوعين. زي ما احنا شايفين كلهم قائمين على افطار صائم. النهارده هيعملوا حوالي 3000 وجبه افطار. هدفهم مع نهايه شهر رمضان ان هم يكونوا افطروا 250 الف صائم. ده هنا البلح اهو. متابعينا أبو كبير ميديا، شكرا لمتابعتكم. كانت معكم فيروز حسني، مراسلة محافظة اسكندرية. شكرا لكم.